إخواني أخواتي متتبعي قناة راعي الغنم بالأطلس المتوسط، بارك الله عليكم، تحياتي لكم الإخوان. فلوك ديال اليوم الإخوان بتاريخ 24/3/2023، تبارك الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هذه الإخوان الغنم تبارك الله اللي كاينة في داروش، بالنسبة للناس اللي متبعين معنا راهم عارفين اللي كاين، شافوها النار اللي هبطناها. وكما تشوفوا معنا الاخوان يعني المرعى قليل هذا العام، هذا هو من العام الفايت ناقص شويه، هذا العام تا هو الله يرحمنا، نتمنوا من الله تيسير، الله يرحمنا بشي شتيوه الوقت بغات الشتا في هذا الوقت هذه، الله يرحمنا، اللهم اسقي عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك وحي بلدك الميت. وان شاء الله الاخوان الفلوق ديال اليوم كما تشوفوا معنا النعجه تبارك الله هنايا كاملة تقريبا على ميلاد، هاد النعجة كاملة وخرات في الولادة، كاملة جاية تبارك الله تتولد. هنا كما تشوفوا معنا تبارك الله هاد النعجة راها يعني راها باغا تولد تا هادي مسكينة، راها تتزحم، والله يدير الخير. مع هاد الحرارة الإخوان اليوم كما شتو اليوم الحرارة بزاف، نتمنو من الله تيسير. هنا الإخوان هادي الفويلية اللي كنا زرعنا تبارك الله، حتى هي راه كبرات تبارك الله، حتى النوره الاخوان راه نورات ولكن راه مجيفه، الله يرحمنا بشي شتيوه. درنا بوريه الاخوان كما تشوفوا هنا، درنا بوريه، وهذه جلبانه، حتى جلبانه حتى هي راه طلقات النوره، جلبانه حتى هي نورات، والله يرحمنا هذا ما نقولوا، الله يرحمنا من عنده، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعه، اللهم اسق عبادك وبهيمتك وانشر رحمتك واحيي بلدك الميت. تبارك الله عليكم الاخوان، تحياتي للمتتبعين الاوفياء من يوميات راعي الغنم بالاطلس المتوسط، وحييكم من منطقة اداروش، تبارك الله ما شاء الله. هي هذه الفويليه الاخوان، هذه الفويليه ماشي الفول، الناس اللي متبعين النار شافوا النار اللي زرعناها، في التالي زرعنا شويه ديال الجلبانه، راه الحمد لله بيو ان شاء الله، اذا كمل الله جاب الله شي شتيوه غتكون جلبانه بيو، ما نديرو لا لا دوا لا والو، نطلبو من الله تيسير. المهم الاخوان تبارك الله عليكم، تحياتي لكم، اخوكم راعي الغنم الاطلس المتوسط، يحييكم من نواحي اداروش. الناس اللي متبعين معنا القناه تبارك الله عليهم، تحياتي لهم. الناس اللي تتفرجوا اول مره تفاعلوا معنا، خليونا البصمة، اللهم يسر.